شوش غير وراحات غير لما تكونوا بتثقوا فيه. بس تحياتي للجميع وان شاء الله هنشوف فيديو ضرب نار باذن الله يا جماعه. مجزره سمك النهارده ربنا عوضنا خير والله. ما شاء الله حلاوه الغل. احمد بالصلاه على النبي. حاسب يا وحش بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي الغله وحلاوه الغل. ابو سنان وصل يا جماعه. ايوه يلا لكم زي العسل ان شاء الله. السلام عليكم متابعين حكاية وصول النوعات. اهلا بحضراتكم النهارده يا جماعه 20/7 وفيديو جديد. طالعين يا جماعه بالغله وبالطعم اللي طالعين مكان جديد. وطبعا رشينا العلفه بتاعتنا اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو اللي فات. واللي ما شافهاش هيلاقيها تحت في الديسكربشن في كلمه المزيد يا جماعه. اللي ما يعرفش هتلاقي كلمه المزيد يضغط عليها يفتح هيلاقي الفيديو بتاع الخلطه وازاي تعملها وازاي تجربها في الميه وكده. فربنا يسهل النهارده يا جماعه. احنا في ميه جديده ومش عايز اطول عليكم. احنا في ميه جديده وان شاء الله لو ظبطت انا متفائل خير. ده طبعا واحد حدنا هو اللي بعت لنا المكان. الميه ما شاء الله طويله تسع الناس كلها. لو المكان كويس يا جماعه وعجبك تابع الفيديو للاخر. ولو عجبك شوف وعرفني وانا هبعت لك اللوكيشن بتاعه. مكان بسم الله ما شاء الله في احجام وفي سمك كويس وربنا يقدم اللي فيه الخير. مش هطول عليك. شوف الفيديو للنهايه ولو الفيديو عجبك والمكان عجبك ومحتاج تيجي هنا عرفني وانا هبعت لك اللوكيشن على طول في التعليقات. تحياتي للجميع وربنا يسهل ودعواتكم لنا يا جماعه. يلا الغلة بالصلاة على النبي. انا ماسك والله بايد والبتاع بايد. معلش يا احمد خد كمل الفيديو. بسم الله ما شاء الله الغلة تعالي بقى. بسم الله اللهم سهل الحال يا رب. اللهم صل على النبي. الغلة الغلة وجمال الغلة اهو يا جماعة. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. اول استفتاح يا جماعه طبعا شفتوا المقدمه. نصيحه من اخوكم يا جماعه ما تمشوش ورا اي حد يقول لكم لوكيشن وسمك واماكن الا لما يكون حد ثقه. المكان اللي انا صورت من عليه المقدمه يا جماعه غير المكان اللي اتنقلت فيه. انا رحت قلبشه تاني رجعت قلبشه تاني. دول كلمتين من اخوكم لو بتثقوا فيه. حتى انا شخصيا لو ما انتوش واثقين فيا ما تمشوش ورايا. ما تمشوش ورايا لان احنا بصراحه مشينا ورا واحد المفروض ان اخويا اكلمه وقال لي تعالى ده ثقه وهنمشي وانتوا عارفينه كويس. انا مش هذكر اسماء حد يا جماعه عشان ما احبش اقطع في حد. ورحنا بصراحه ترعه استغفر الله العظيم يا رب كلها شر اولا. ثانيا ما فيش اصلا ادوار غله. ما فيش ولا غله ولا طعم. بس مش هطول عليكم وهقول لكم ما تمشوش غير ورا حد غير لما تكونوا بتثقوا فيه. بس تحياتي للجميع وان شاء الله هنشوف فيديو ضرب نار باذن الله يا جماعه. الصلاة على النبي. الدرة يا احمد. الصلاة على النبي. الدرة. الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. الدرة يا حلاوة الدرة يا احمد. الصلاة على النبي يا جماعة. الصلاة على النبي. الدرة اهو يا جماعة. حبيت الدرة اهي. اهي ما بنضحكش على حد اهي. السن التانية اهو. حسبي اهدي اهدي اهدي. الصلاة على النبي. اهو يا جماعة. انا بصور نفسي معلش. الدرة. الدرة لما بيقول يا جماعة بالصلاة على النبي. طبعا غيرنا المكان. احنا في قلبشه دلوقتي. احنا في قلبشه. زي ما قلت لكم في الاول. بالصلاة على النبي اهي حتة ايه. الدرة اهي. حباية الدرة اهي. اهو. بالصلاة على النبي. الدرة وحلاوة الدرة. مش الغلة وحلاوة الغلة. عود درة وعود غلة يا جماعة. دي تاني حتة وقعت حتتين بالدرة قبل كده. ودي ما شاء الله التانية اهي. دي اللي طلعت يعني. يلا نهاركم زي العسل ان شاء الله. اهي اهي ايه دي؟ لا ماشي كبيرة قوي بس شوف صاحبتها. درة؟ لا ده دي غلة دي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا جماعة. الغلة هي وحلاوة الغلة هي مسهل الحياة. ربنا يعوضنا خير يا رب. الصلاة على النبي. اهي يا احمد طعمة ايه. الصلاة على النبي. نور كده يا احمد. اخلص يا عم وقلت اروخ. بس
انا عايز اشوفها بس من شفشفه ولا شبكه ولا ماسكه حيل اهو. الصلاه على النبي طعم هو مش غل يعني، طعم كمان اهي بالصلاه على النبي ماش غل. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب قلبك يطيب ابو سنان. والله على سنتوف الطعم، سنتوف يا جدعان بس الرزق اهي، سنتوف الطعم. احنا معلش طعم هنقوم نمشي اهي، بس الرزق. الصلاة على الحبيب ليكوا زي العسل. طعم والله الطعم يا عم فيه الخير. الغلة كمان هناك اهي يا مسهل. ايوه بقى، ايوه بقى، تعالي بقى نار كده يا احمد بالله عليك اهو. بقول لك يا احمد انا خايف تكون مشفشف اهي. هي على ايدك اهي، على ايدك اهي. انتوا بس يا اسكت يا تعالى منه. هي على ايدك اهي. لا انا راح مني النهارده بما فيه الكفايه. بلاش من خير. ايوه الله ينور عليك. اطلع يا حاج تعالى. الصلاه على النبي. الغلة وجمال الغلة. الصلاة على النبي. تسلم ايديك يا باشا. اوبا حاسب يا وحش، حاسب يا وحش. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ الصلاة على النبي. الغلة يا جماعة شفتوا الغمزة من اولها على المباشر اهو، وفعلا كانت مشفشفة يا دوبك طلعت اهي، طلعت من سابت السن. ليلكوا زي العسل قوي. وهنزفر برضو بغلة كل حاجة والدنيا تمام اهي. الصلاة على النبي. انت عايز انت بقى الصلاة على النبي. كمان قايل لك على ناهيتها من بدر وانت عملت نفسك حلوتة. مش سامعني انا. يا مسهل الحال. جوازي بالغل، جوازي بالغل. الصلاة على النبي. جوازي بالغل اهو يا جماعة. الليل دخل علينا والغمزة تقلت ما شاء الله. جوازي بالغل اهو. يلا ركوا زي العسل. دي حلوة اهي. اهي. الصلاة على النبي. الطعم. خد بالك اما الطعم بتبقى الطعم على فكرة. ايوه اما بتبقى كده وبتملى السين. بسم الله ما شاء الله. سمكة الطعم برضو هنا سمكة حلوة. عافية. اهي. غمزتها بتبان. يلا تابعونا. مش هوقف، مش هوقف. اه يقفش. شفت السمكه بتعمل ازاي؟ الطعم يا جماعه. ما تعرفش هي رايحه انهي اتجاه. ها؟ ما تعرفش هي رايحه انهي اتجاه. الطعم يا جماعه، السمك ما شاء الله حلو، السمك اللي هنا دوت طعمه حلو قوي، انا عارفه مجربه قبل كده. ليلكوا زي العسل. يلا بقى تعالي. الصلاة على النبي. الطعم. ده اذا كان انا الطعم وقف معايا. الطعم يا جماعة اهو كلكت تالت مرة ورا بعض اهو بالصلاة على النبي. ما شاء الله. اهو. ليلكوا زي العسل. فاتك طعم. خد. بالصلاة على النبي. كت؟ اه. هات يلا نتصورها اهي. ها. بالصلاة على النبي يا جماعة. أحمد وحلاوة أحمد. الطعم برضه. هاي السمكة نفس اللون يا جماعة. بالصلاة على النبي. يلا ما سلك احطها عندي. بتبقى في الماء لسه يعني، انا بضربها وخلاص بسيبها في المية. الكبيرة بس اللي بتخض عشان تسيب بقى النفوضة على البار. ايوة خليك معلم كده. يلا بنصور يخرب بيت. مش هصورها عشان كلمتها. اه يا جماعة احمد اخويا بيهزر. يا احمد انت استاهل. انا اصبر. يا مسافي والله العظيم. اي اي انا اترديت. اه اي طعم. ما شاء الله. انا اترديت اذا كانت غمزه مجرمه. قاعدين اسلام انزل تحت شويه. اسلام اسلام وانا والله الليله كلها سمك يا جماعه. نص السمك ثلاث ارباعه بنصوره والله. تابعونا. الاول بتاع بتاعك اللي بتنطط دي طعم والله. الصلاة على النبي. ليه ما انا عارف ما شاء الله. والله هي سمكة الطعم بدأت تظبط اهي. الغمز بتاعي ماشي واخد اهو. سمكة الطعم بدأت تظبط اهي. دي لون تاني غير اللي موجود ده في المية ما شاء الله.
يلا يا احمد. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. هات يا احمد غله صح؟ غله يا جماعه، غله ورق. والله ما ملاحقين يا جماعه، اقسم بالله ما ملاحق، ونص السمك ما بيتصور. الصلاه على النبي. الغل يلا. اصبر عليك شويه، انت هتبوظ اهو. الصلاه على النبي. جوازي جوازي بالطعم. فين الطعم؟ الصلاه على النبي يا جماعه. الغل ثلاث حتت انا واسلام اهو اهو. الشغل الطعم وحلاوته، مجزرة سمك النهارده. ربنا عوضنا خير والله. الطعم وحلاوته. يلا تابعوا اهي. على الهادي على الهادي. عيش كبير. سمكة غلة يا جماعة. بسم الله. على الغلة الحبايب. تابعونا. يلا. سيبك من الغلة، هاتوا طعم بسرعة عشان هيسبكوا مع بعض هو وابويا. قلتلك يا بابا. سيبها الوقت. أحلى سمك. ريحته زي العسل. سمكة الغلة خايفة تخش على البر. أهي الطعم أهي. الصلاة على النبي. والله طعم يا ابني، والله العظيم محترم محترم. أيوة يا جدعان أهو. سمكة الطعم أهي يا جدعان. اقسم بالله سمكة محترمة اهي. يلا اختها ماموسك يا جماعة. وزي ما قلت لكم سمكتين هما اللي ربنا رزقنا بيهم. ربنا كرمنا النهاردة اخر كرم يا جماعة. والله ربنا كرمنا اخر كرم. شوية في العيشة همت ما كناش ملاحقين. سيبنا العيشة في الماء. والله ما كنا ملاحقين. اهو الشكارة اهي. ربع الشكارة كمان مليان سمك ما شاء الله. اهو بسم الله ما شاء الله. مش احجام كبيره بس سمك ما شاء الله. سمك الترعه ديت سمك يتاكل. سمك جميل. بسم الله ما شاء الله. العيشه كان ميت في الميه حته الاسلام وختامها مسك. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حطها اسلام في العيشه. بس يعني